المثلث بتاع تعليم المهارات هو احنا ليه بنتعلم المهارة؟ اول سؤال لازم نسأله لنفسنا، احنا ليه بنتعلم المهارة؟ السؤال رقم اتنين، احنا ازاي بنأدي المهارة؟ السؤال رقم واحد ورقم اتنين دولت ممكن احنا بنتناولهم في المرحلة تحت 12 ساعة. بعد كده نخش على السؤال الثالث، امتى بأدي المهارة دي داخل المباراة؟ والسؤال الرابع، في اي مكان في الملعب بأدي المهارة؟ والكلام ده بيكون مناسب للاعبين تحت سن 16 سنة، ودي المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها. آخر حاجة في مثلث تعليم المهارات هو مين اللي يؤدي المهارة. الكلام ده بيكون مناسب للاعبين من بعد سن 17 سنة، وده بيكون في مراحل اللي احنا بنقول عليها اللاعب وصل لمرحلة من الأداء بتكون عالية جدا، لدرجة ان اللاعب ده ممكن يكون بدأ يدخل في مرحلة الاحتراف. نجاحنا في ان احنا نوصل المهارة من التعليم للمباراة بيتوقف على مجموعة من العوامل. رقم واحد، ان احنا نعلم المهارة بشكل صحيح، learning good technique. رقم اتنين، ان انا انمي عناصر اللياقة البدنية، developing physical fitness، ولازم عناصر اللياقة البدنية تنمو، لان هي دي اللي هتساعدني على ان المهارة بتاعتي تكون ناجحة وفعالة. الجزئية رقم ثلاثة، ان انا اطور الادراكات اللي مرتبطة بكرة السلة، اللي هو إدراك الوقت وإدراك المكان وإدراك الزميل وإدراك المنافس، ودي حاجات كلها بتنمو من خلال الدريلات اللي كل مدرب بيحطها في صياغته للمهارات. أول قاعدة هنتكلم عنها وأساسية قبل ما نعلم أي مهارة هي إن إحنا نعلم التريبل ثريت. تريبل ثريت اللي هو وضع التهديد الثلاثي، واحنا مش بصدد ان احنا نتكلم عن التكنيك قد ما احنا بصدد ان احنا نتكلم عن القواعد او المبادئ اللي لازم نهتم بيها، وده يعتبر اول مبدا من مبادئ تعليم مهارات كره السله، وهو مبدا تعليم التريبل ثريت او وضع التهديد الثلاثي. بنبدأ المباراة بيبقوا فيه خمسة لعيبة ضد خمسة لعيبة واقفين حوالين دايرة المنتصف، وحنبدأ المباراة. في أول مهارة بيقوم بها اللاعب في الملعب أثناء المباراة بعد الجامبول هو إن هو بيستلم الكرة. طيب بعد استلام الكرة في مهارة تانية مرتبطة بيها، إيه هي المهارة دي؟ هي مهارة مسك الكرة. طيب إحنا ليه بنسأل السؤال ده؟ ليه بنسأل سؤال إن مهارة مسك الكرة مرتبطة بمهارة الاستلام؟ لأن إحنا هنسأل احنا هنعمل ايه بعدها من المهارات. احنا كل ده بنتكلم عن المهارات المرتبطه بالكره في الاوفنس، اما ان اللاعب هيستخدم كره بعد ما يستلمها او يمسكها في ان هو يؤدي مهاره الشوتينج او الباسنج او الدريبل، او ان هو يقف بشكل صحيح ما يوقعهوش في مخالفه. طيب ايه هي القاعده الاساسيه اللي مرتبطه بالكاتش؟ جود كاتش، المسكه الصحيحه للكره، ايكوالز جود شوت. حاضر، حاول. اوكي، ننتظر دقيقة واحدة بس. حاضر، اثبت الكاميرا. أعتقد كده الصورة إن شاء الله تكون أوضح. القاعدة اللي مرتبطة بمسكة الكرة هي إن الجود كاتش إيكوال جود شوت، يعني لو اللاعب مسك الكرة بشكل صحيح هيأدي مهارة التصويب بشكل صحيح. جود كاتش إيكوالز جود باس، مسكة الكرة بشكل صحيح هتخليك تقدر تمرر الكرة بشكل صحيح. جود كاتش إيكوالز جود دريبل، يعني مسكة الكرة بشكل صحيح هتخليك تقدر تعمل دريبل كويس. جود كاتش إيكوالز جود باس جود ستوب، يعني هتقدر تقف بشكل صحيح. لو احنا فكرنا ان دي المهارات الاربعه اللي اللاعب بيعملها بالكوره ومرتبطين ارتباط وثيق بمسكه الكوره واستلامها، وربطنا بكم التيرن اوفر اللي ممكن بيحصل داخل الملعب من اللاعبين لما بيفقدوا الكوره نتيجه ان هو ما مسكش الكوره بشكل صحيح، او ان هو ساعه ما مسك الكوره وجاي يؤدي المهاره
ما كانش ماسكها بشكل صحيح، وبالتالي حصل التيرن اوفر او حصل فشل في الاداء. فبالتالي لازم اول خطوه من الخطوات اللي نهتم بيها هي مهاره الكاتش والريسيف، والاثنين بيكونوا مرتبطين ببعض. البيزك كاتش برينسيبل، المبدا رقم واحد في الكاتش ان احنا عندنا 10 فينجر كونسبت. لازم كل اللاعبين في اثناء التدريبات داخل المباراه اوجههم انا ككوتش ان لازم ايديك الاثنين وصوابعك العشره يكونوا مفتوحين في استلامك للكوره. لما بتخلص دريبل تمسك الكوره بايديك الاثنين، لما تستلم باص تمسك الكوره بايديك الاثنين، لما تنط تعمل ريباوند تستلم الكوره بايديك الاثنين. لازم حر ايديا الاثنين تكون باستمرار بتتحرك في مسكه الكوره. بعض اللاعبين الصغار بيتفرجوا على لعيبه الان بي ان هو ممكن بيستلم الكوره بايد واحده وبيظن ان ده نوع من انواع التميز وبيحاول ان هو يعمل كده، لكن دوت في البدايه في اللاعبين الصغار زي ما احنا بنتناول داخل المحاضره ده مش بيكون شيء فعال للاعبين، بل بالعكس ده ممكن يوقع اللاعب في فقد للكره كتير. فلازم انا ككوتش اهتم كويس جدا بان انا اوجه اللاعب ان هو يستلم الكره بايديه الاثنين. المبدا رقم اثنين في مبدا في استلام الكره هو كول فور ذا بول. احنا معروف ان احنا داخل الملعب في كره السله انا كلاعب في الاوفنس وانا بتحرك لازم انادي على اللاعب اللي معاه الكره. لما بنادي عليه انا مش بنادي عليه بالاسم ولا بنادي عليه بالصوت، لان ده ممكن يعمل تنبيه للديفنس اللي معايا لو انا كنت هربان منه او انا بعيد عنه، في ان هو يقدر يعمل كلوز اوت عليا وديناي ويقفل عليا ان انا استلم الكره. فبالتالي الوسيله اللي انا بنادي بيها في الملعب على زميلي هي باستخدام ايديا، باستخدام ايديا سواء باستخدام ايد واحده لو انا بعمل كات تو باسكت، او باستخدام ايديا الاثنين لو انا بعمل كات تو ريسيف ان انا بطلع لبره الثري بوينت. الكاتش تو باس برينسيبل، ايه هي بقى المبادئ اللي مرتبطه بالكاتش علشان اعمل الباس؟ لازم نركز في ان التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها النهارده كل تفصيله فيهم ليها اداء فني، وانا ما حاولتش ان انا اعمل فيديو يبقى فيه شرح عشان الموضوع ما يبقاش صعب وكويس، يعني علشان خاطر المشكله التقنيه اللي حصلت. فالكلام اللي احنا هنقوله بشكل سريع ونحاول ان احنا ننتبه ونربط الكلام دوت بالمواقف اللي بتعدي بينا في المباراه. اول حاجه، اول موقف ممكن يحصل في المباراه ان انا استلم باص من الجنب او من اليمين او من الشمال او من ظهري. الباصه ممكن تجي لي من قدامي، ممكن الباصه تجي لي من على اليمين او من على الشمال، ممكن الباصه تجي لي من ظهري لو انا بجري فاست بريك. ازاي استلم الكوره في الحاله دي وازاي اطلع بعد منها الباص؟ ده هيبقى مرتبط بشكل ايديا حسب مكان اللي بتجي لي منه الكوره علشان اقدر ادي مهاره التمرير بشكل صحيح. الجزئيه الثانيه، مهاره التمرير هاديها بعد الدريبل، ان انا عملت دريبل يمين او شمال ومسكت الكوره وبصيت الكوره. فبالتالي لو بعمل دريبل يمين والكوره طالعه لايديا الاثنين، ازاي اقدر امسك الكوره بشكل كويس وامرر الكوره بحيث ان التمريره بتاعتي تكون ناجحه وفعاله. الجزئيه الثانيه ان انا لو بس بعمل دريبل بايديا الشمال، ازاي برضو اقدر امسك الكوره واباصي الكوره بشكل فعال بدون ما افقد الكوره. ودي حاجات لازم ننتبه انها مواقف بتعدي بينا في المباراه مع الاوفنس، مع الديفنس اللي بيقابلني. انا مش هقدر اتحكم في الديفنس هيبقى واقف ناحيه ايديا اليمين ولا الشمال، فبالتالي اللاعب بيبقى مجبر داخل المباراه ان هو يستخدم ايديه الاثنين اليمين والشمال في الدريبل. فلازم يتعود ان هو ازاي يمسك الكوره من الدريبل اليمين او الشمال عشان يقدر يؤدي مهاره التمرير بشكل صحيح. اخر حاجه في الباس ان انا ازاي اعمل الاوتلت اللي هو بعد الريباوند. انا بعد الريباوند في الديفنس بعمل اوتلت باس عشان اقدر اعمل الايرلي اوفنس او الفاست بريك، ان انا اتحرك بالكوره بشكل سريع قبل ما الديفنس يعمل ترانزيشن. فالاوتلت باس الاولاني لو انا عامل ريباوند وتعلمت ازاي انط من الريباوند وامسك الكوره كويس عشان اقدر اعمل الاوتلت باس، هنجح في ان الباس بتاعي يوصل لزميلي عشان نبدا الاوفنس بتاعنا كويس. لكن لو نطيت في الريباوند وانا مش متعلم ازاي امسك الكوره كويس والاوتلت باس الاولاني كان مش صحيح او كان ضعيف او كان بطيء، بالتالي الخطوه الاولانيه في الاوفنس مش هتطلع صحيحه. ولازم عشان الباس يكون كويس ومظبوط لازم اهتم بان انا اركز في تدريبات الريباوند والاوتلت باس، ازاي اللعيب ينط يعمل ريباوند ويمسك الكوره صح علشان يجهز ايديه ان هو يعمل باس. المبدا الثاني اللي هو ان انا امسك الكوره عشان اعمل دريبل. لما اجي امسك الكوره عشان اعمل الدريبل، ايه المواقف اللي ممكن هتعدي بيا عشان امسك الكوره واعمل دريبل؟ ان يكون جاي لي باص برضو، ممكن يجي لي باص والباص دوت وانا بستلم الكوره انا هنزل دريبل. شكل ايديا بيكون مختلف عن وانا بستلم الباص عشان اباصي الكوره. استلامي للباص
وانا بباصي الكوره مختلف عن استلامي للباص وانا نازل اعمل دريبل، سواء الدريبل دوت يمين او شمال، ومكان استلام الباص اللي بيجي لي برضو نفس الاتجاهات من الامام او من الجانب او من الخلف، وبالتالي كل بوزيشن فيهم شكل ايديا ووضعه بيختلف حسب المكان اللي جاي لي منه الباص، لان انا هعمل بعد كده مهاره الدريبل. فبالتالي عايز افرق ما بين استلامي للباص وانا هعمل باص، واستلامي للباص وانا هعمل مهاره الدريبل. الجزئيه الثانيه ان انا هعمل الدريبل بعد الريباوند، برضو انا عملت الريباوند وانا ممكن ابدا الفاست بريك، مش لازم انا اطلع الاوتلت باص. ازاي بعد الريباوند اكون ماسك الكوره واقدر انزل الكوره يمين او شمال من غير ما اعمل اي ووك، من غير ما اعمل المارشي، من غير ما اعمل مخالفه بالكوره قبل ما انزل الدريبل. ده من التكنيكس المهمه اللي لازم اي كوتش يهتم ان هو يديها للعيبه بتاعته. الجزئيه اللي بعد كده كاتش تو شوت، ان انا ازاي امسك الكوره علشان اشوط. لما اجي امسك الكوره عشان اشوط وانا بعمل ليب مختلف عن طريقه مسكي للكوره عشان اشوط جامب شوت. لو انا بعمل ليب ممكن حامل الليب يمين وممكن حامل الليب شمال، فبالتالي مسكه الكوره بعد الدريبل علشان خاطر اعمل الليب او اعمل الشوتينج لازم كل واحده فيهم يكون ليها تكنيك مختلف، لان دوت هيبقى مرتبط بمكاني في الملعب وبوجود الديفنس جنب مني او امامي. وبالتالي اي كوتش وهو شغال بيهتم بالتفاصيل الصغيره اللي مرتبطه بمسكه الكوره حسب المهاره الثانيه اللي انا هعملها، هيساعد اللعيبه بتاعته على ان هي تنجح كويس جدا في المهارات بتاعتها، ونسبه الاخطاء والتيرن اوفرز اللي عندهم هتقل. هنا مثلا ده نموذج لو انا بعمل دريبل، ازاي وانا بعمل الاستوبنج امسك الكوره وبعدين اطلع منها على التكنيك الصحيح للشوتينج، وان ايديا تكون اللي بتشوت الكوره من تحت والايد الثانيه بتسند الكوره من الجانب. لو انا متمرن كويس ازاي امسك الكوره من الدريبل للشوتينج، ده هيساعدني كويس جدا على ان نسبه التصويب بتاعتي تكون عاليه. طبعا معروف ان انا هعمل الدريبل سواء باستخدام ايديا اليمين او باستخدام ايديا الشمال. لو انا هستلم الكوره عشان اشوط، شكل ايديا مثلا زي هنا في الصوره قدامنا، ده انا واقف عشان استلم الكوره عشان الشوتينج والباصه جايه لي من ناحيه ايدي اليمين. ده نموذج يعني من ضمن النماذج. شكل ايديا هنا فيه مختلف، الايد اللي ناحيه الكوره اللي هي الايد اليمين الصابع بتاعتها باصه لفوق، والايد الشمال للجنب، بحيث ان اللحظه اللي ايد كوره بتكون وصلت لايديا انا جاهز على وضع الشوتينج على طول، هطلع منه اشوط. استلم الموضوع هيكون عن وانا بمسك الكوره واعمل جامب شوت. الاستلام بتاع الباص للليب هيكون على اليمين او هيكون على الشمال، ولازم اللاعب يتعلم ازاي يمسك الكوره صح علشان يطلع يعمل الفينش في الليب بشكل مظبوط، وكذلك لما اعمل الجامب شوت ازاي استلم الكوره من الجنب اللي فيه الكوره سواء من اليمين او من الشمال. ولو انا لعيب شوتر بستخدم ايديا اليمين، استلام الكوره للشوتينج من ايدي من ناحيه اليمين هيكون مختلف عن استلامي للباص من ايدي الشمال عشان اطلع اعمل الجامب شوت. طبعا عارفين ان الباص برده ممكن يجي لي من الامام او من الجنب او من الخلف، وفي كل الاحوال دي لازم بعد استلام الكوره يكون ايديا واخده وضع التصويب مباشره. نوصل لخلاصة في موضوع الاستلام، ان احنا في عندنا الاستلام في مجموعة من المستويات. اول حاجة ان انا الاستلام ممكن يكون من امامي او من جنبي او من خلفي، والاستلام ممكن يكون عالي او في مستوى صدري او واطي او الكرة بتتدحرج على الارض. تخيلوا احنا عايزين نربط كل نقطة من دول باللي جنبها، يعني انا ممكن استلم كرة من الامام فرونت وتكون هاي، ممكن استلم كرة من الفرونت وتكون في مستوى التشيست، ممكن استلم كرة فرونت وتكون لو، ممكن استلم كرة فرونت وتكون رول بتتدحرج على الارض، وكذلك ممكن استلم كره من السايد وتكون الكره هاي عاليه، ممكن استلم كره من السايد وتكون الكره على مستوى التشيست، وهكذا. تخيلوا ان كل نقطه من دول محتاجه مننا احنا ككوتشز جوه الملعب ان احنا نمرن عليها. لو انا مرنت على كل المواقف اللي ممكن اللاعب تجي له في المباراه، وخصوصا ان مباراه كره السله غير متوقع المواقف اللي ممكن تحصل فيها، لو انا اديت له اكبر كم من المهارات اللي ممكن المواقف دي يعدي بيها اللاعب داخل المباراه، انا ببقى واثق بنسبه كبيره جدا ان نسبه نجاحه في اداء المهارات بيكون عالي. وانا بعتبر ان نجاحك كمدرب في البدايه بيعتمد على انك تعلم اللاعب ازاي يستلم الكوره بشكل صحيح ويؤدي المهاره اللي بعد منها بسرعه وانسيابيه بدون ما يكون فيها اخطاء من الاداء المهاري ذات نفسه في المحاوله
او في الدريبل او الشوتينج او الباس، وكذلك في الفوت وورك في ان هو ازاي يعمل ستوبينج او ان هو يعمل حركات للفيكس باستخدام رجله. الجزئيه الثانيه اللي هنخش عليها الدريبل برينسيبلز، المبادئ اللي انا بعمل عليها الدريبل. وانا تاني باكد على جزئيه، انا مش بتكلم على التكنيك، انا مش بتكلم ازاي بنعمل الدريبل، انا بتكلم على المبادئ اللي لازم تبقى عند اللاعب. انا ليه بعمل الدريبل وامتى هعمل الدريبل؟ لو انا فهمت كلاعب ازاي امتى بعمل الدريبل وليه بعمل الدريبل، هقدر استخدم المهاره دي في مكانها الصح جوه المباراه. انا بعتبر ان الدريبل ده الكنز، لان هو ده الوسيله اللي انت تقدر تتحرك فيها جوه الملعب وانت الكره في استحواذك. لو في لاعب بدا يعمل دريبل والديفنس ضغط عليه مباشره، فاضطر ان هو يمسك الكره خوف من ان الكره ممكن تتخطف منه، هيتحط في مأزق ان هو في خلال 5 ثواني لازم يكون مرر الكره بسرعه، والا هيتحسب عليه مخالفه. فبالتالي اللاعب ما يضيعش الكنز بتاعه في ان هو ينزل الدريبل على طول الا لو كان هيعمل حاجه من الاتي. اول حاجه، انا بعمل الدريبل تو سكور، انا بستخدم الدريبل عشان العب 1 اون 1، انا مش بستخدم الدريبل لمجرد ان انا بنطط الكره جوه الملعب. ودي من ضمن الحاجات اللي انا بعلمها للاعبين الصغار تحديدا، ان استخدام الدريبل داخل الملعب لن يضيف نقاط في لوحه في صحيفه التسجيل. يعني الدريبل اللي انت بتنطط فيه الكره ده مش هيضيف لك اي نقاط داخل الملعب، بقى النقاط هتضاف بالاهداف اللي انت هتسجلها، بعدد السكور الباسكت اللي انت هتجيبه داخل المباراه. فبالتالي الدريبل بيستخدم رقم واحد علشان العب 1 اون 1. الرقم 2، تو جيت اوت اوف ديفنسيف جام، يعني انا عندي ديفنس ضاغط عليا، دبل تيم، داخل على تراب، او في لعيبه بدات تضغط عليا علشان تخطف مني الكوره، فانا بتحرك بالدريبل عشان اهرب من الزحمه بتاعت الديفنس. وده تاني سبب من ضمن الاسباب اللي تخليني انا ليه بستخدم الدريبل داخل المباراه. الجزئيه الثالثه، الترانزيشن اوفنس، ان انا بعمل فاست بريك، انا الستارت بتاع الفاست بريك بتاعي ممكن يعتمد على الدريبل، وان انا بتحول من الديفنس للاوفنس باستخدام الدريبل. الجزئيه الاخيره، ان انا بنفذ خطه في السيت اوفنس، الخطه دي بتعتمد على الدريبل، فبالتالي انا بستخدم الدريبل. لو احنا حطينا الاربع مواقف دول قدامنا داخل التدريبات، وخصوصا لما اللاعبين يكونوا بيلعبوا مباراه داخل التمرين اللي احنا بنقول عليها تقسيمه، يعني لو انا ركزت على ان اللاعب ما يستخدمش الدريبل الا في الحالات الاربعه دول، هلاقي ان استخدام الدريبل فعلا رايح في محله. لان في وقت من الاوقات اللاعب بلاقيه بينطط الكره بدون سبب، هو واقف في مكانه وبينطط الكره، طب انت ما اتحركتش من مكانك، ما بتنفذش خطه، ما حاولتش انك انت تلعب 1 اون 1 وتستخدم السكيلز بتاعتك عشان تعدي تجيب سكور. فبالتالي استخدام الدريبل وانا واقف في مكاني بدون اي سبب، ده شيء انت لازم كمدرب تحطها كنقطه اساسيه داخل عقل وفكر اللاعب، وهو مبدا استخدام الدريبل. انا بستخدم الدريبل لسبب، مش مجرد ان انا بنطط الكره وخلاص. الجزئيه الثانيه، الباسنج برينسيبلز، ايه هي المبادئ اللي انا بنميها عند اللاعب او باسسها عند اللاعب مرتبطه بالتمرير. المبدا الاول هو ان انا باستمرار بباصي تو ذا نيكست كارت سبوت، يعني بباصي لاقرب نقطه ليا. النقط طبعا اللي معروفه، احنا لو بنلعب بالتشكيل 5 اوت هيكون في عندي 5 بوينتس خارج خط 3 بوينت، لو بنلعب 4 اوت بيبقى عندي 4 نقط خارج ال 3 بوينت. الباصه بتطلع لاقرب نقطه بيكون واقف فيها زميل ليا، ده اول مبدا من مبادئ الباص. رقم 2، 1 اور 2 باس اواي ات ماكسيمم، يعني انا ممكن امرر الكوره على بعد باصه واحده زي ما هو موجود عندنا في الصوره الاولانيه هنا على بعد باصه واحده، او ان انا امرر على بعد باصتين، بس بشرط ان الخط بتاع التمرير يكون فاضي، ودوت اللي هيكون في النقطه اللي جايه، وهي ان ذا باسنج لين از كلير، يعني خط التمرير فاضي. ما تحاولش انك انت تمرر الكوره وتجازف بانك تحاول توصل الكوره للاعب، ويكون احتمال كبير جدا ان اللاعب يقدر يعمل ستيل للكوره. لو الثلاث مبادئ دولت اتحطوا عند اللاعبين، اللي هو انك بتمرر الكوره على بعد نقطه واحده منك او نقطتين على حد اقصى، وان الخط بتاع التمرير يكون فاضي، لو النقط دي او الافكار المبادئ ديت، لو المبادئ دي اتوجدت داخل فكر اللاعب وداخل دماغه، انا كنت باكد عليها في كل دريل هو بينفذه جوه الملعب، وفي الشغل الاوفنس اللي احنا بنشتغله سواء 2 اون 2 او 3 اون 3
او وصولا لغايه الفايف اون فايف، لو كل مره انا ككوتش بوقف اللاعب بقول له انت مررت الكوره على بعد اكتر من نقطتين، دوت يخالف المبدا بتاع الباص. احنا في عندنا جزئيه واحده بس اخيره اللي هو السكيب باس. السكيب باس طبعا احنا عارفين ان انا ممكن اعمل سكيب باس من الكورنر مثلا للوينج العكسي، او من الوينج للكورنر العكسي، او ان لاعب يكون عامل بنتريشن ويعمل سكيب باس للثري بوينت، وديت سبيشال كيسز يعني احنا بنقول عليها حالات خاصه مش عامه، يعني شيء مش بيتكرر باستمرار. فالسكيب باس دوت ممكن مرحله متقدمه، يعني انا افضل ان هي تبقى دايما في مراحل ممكن من اول سن 14 سنه. اقل من 14 سنه السكيب باس دوت اعتقد بيكون صعب على اللعيبه، اولا لان قدراتهم البدنيه مش بتكون قويه لدرجه ان هو يقدر يباصي الكوره بمسافه عرض الملعب اللي بتوصل لقرب 13 متر مثلا، المكان اللي هو بيحتاج يمرر فيه الكوره بقوه وبسرعه وبدقه. طبعا ضعف القدرات البدنيه مش هيساعد اللاعب على ان هو يقدر ينجح في تمرير الكوره في السكيب باس بالطريقه ديت، وبالتالي انا بخلي السكيب باس دوت مبدا اخير بعلمه في مرحله سنيه متقدمه شويه. الشوتينج برينسيبلز، المبادئ اللي انا بناء على اساسها اختار ان انا اشوط جوه الملعب. امتى اخد القرار ان انا اشوط جوه الملعب؟ رقم واحد، ذا ديفندرز هاند دازنت ريتش ذا بول، يعني ايد الديفنس مش واصله للكوره. لو ايد الديفنس مش واصله للكوره كده اول مبدا من مبادئ ان انا اعمل جامب شوت اتوفرت. المبدا رقم اثنين، ذا سبوت از يورز، يعني انت بتشوط من النقطه اللي انت بتجيب منها. في لعيبه بتظن ان هو كتر وتكرار المحاولات من الاماكن كتيره داخل الملعب هو دوت اللي هيساعد على انه يجيب سكور كتير من الشوتينج، لكن معروف ان في نقط محدده ممكن انا اكون متميز جدا من الشوتينج من الكورنر، في لعيب تاني ممكن يكون متميز جدا من الوينج، في لعيب تالت ممكن يكون متميز من التوب كي. فكل مكان ممكن في لعيب يكون كويس جدا من الالبو من الشورت كورنر. فالمكان اللي انت بتتميز فيه لو انت واقف فيه رقم واحد وتكون الايد بتاعت الديفنس مش واصله للكوره، يبقى انت كده تاني مبدا اتحقق في انك انت تقدر تعمل جود شوت. المبدا رقم ثلاثه، انك انت مسكت الكوره بشكل صحيح. ونرجع دلوقتي تاني للمبادئ الاولانيه اللي احنا اتكلمنا عنها في مساله مسك الكوره، وازاي ارتباط مسك الكوره بان هو ينجح لي المهاره اللي انا بختارها دلوقتي اللي هي مهاره الشوتينج. ولو اللاعب اتوفرت النقطه الثالثه او المبدا الثالث في نجاح التصويب ان هو مسك الكوره بشكل صحيح، كده انا حققت نقطه كمان. الجزئيه الرابعه اللي هي الجود تكنيك، انك انت تشوت الكوره بتكنيك صحيح للشوتينج. ولو الاربع نقط دول تحققوا وانا فقدت العنصر الاخير وهو اهم عنصر، وهو فيلينج كونفيدنس، انك انت يكون عندك ثقه انك هتجيب الكوره في التصويب، دي نقطه غايه في الاهميه. في لعيبه ممكن تتوفر عندهم الاربع نقط دول، ان هو واقف في مكان اللي بيجيب منه وهو ماسك الكوره بشكل صحيح، وان هو بيشوط بتكنيك كويس، وان ايد الديفنس مش واصله للكوره، لكن هو ما عندوش ثقه في نفسه ان هو هيقدر يجيب الشوطه، وبالتالي الشوطه ممكن تضيع. انا بعتبر ان نجاح جزء كبير جدا من التصويب بيعتمد على ثقه اللاعب بنفسه. لو انت واثق بنفسك اعتقد ان التصويبه بتاعتك هتكون ناجحه لو توفرت فيها المبادئ الاربعه اللي فاتت. البنتريشن الموضوع فيه مختلف شويه عن الشوتينج، لان هو العكس. اول حاجه ان الديفندرز هاند ريتشز ذا بول، لو ايد الديفنس وصلت للكوره معنى كده انك انت باول خطوه هتقدر تاخدها من خطوات رجليك في الفوت وورك مع المهاره بتاعه الدريبل هتكون قدرت انك انت توصل على حذاء المدافع او تكون خطيت المدافع، وبالتالي هتقدر توصل انك انت تعمل بنتريشن بشكل صحيح. خدوا بالكم ان احنا قلنا هنا بنتريشن ما قلناش لياب. اللياب اللي هو المهاره بتاعه السلم اللي زي ما احنا بنقول عليها اللي بتادي اللاعب فيها خطوتين وبعدين بيرتقي باستخدام رجل واحده، لكن ساعه ما نيجي نتكلم عن اللعب في ال1 اون 1 وفي الجيم سيتويشن لازم افكر اللعيبه ان اسمه بنتريشن، اسمه اختراق، ما اسموش تصويب سلمي. التصويب السلمي دوت حاجه انا بعملها في الدريلات او حاجه انا بعملها في التعليم، لكن ساعه ما اوصل ان انا اتكلم عن استخدام المهاره التصويب السلميه داخل المباراه لازم افكر لعيبه ان اسمها باستمرار بنتريشن، اسمها اختراق. اول حاجه في اختياري لمهاره البنتريشن داخل الملعب ان ايد المدافع تكون بتوصل للكوره. رقم اثنين، ان انا اعمل الاتاك بتاعي من النقطه الفاضيه، يعني ابعد دايما عن المكان اللي ممكن يجي لي منه هيلب ديفنس. زي ما هو باين دلوقتي قدامنا ان انا بعمل اتاك للجاب، اللاعب رقم خمسه اختار ان هو يعمل اتاك من الجنب الشمال لان هو بعيد
عن اي حد ممكن يعمل هيلب. اقرب واحد ممكن يجي يعمل هيلب عليه اللي هو لاعب رقم أربعة، ولو اللاعب رقم أربعة جه عمل عليه هيلب هيكون زميله البيج مان اللي واقف في الشورت كورنر هيكون سهل ان هو يستلم اسيست منه ويحط سكور. لو اللاعب رقم خمسة اختار ان هو يعمل الاتاك بتاعه البنتريشن بتاعه من الوينج من فوق من الميدل، يعني عدى من على الهاي بوست، هنا ممكن يكون في امكانيه للاعب رقم واحد ان هو يعمل هيلب ديفنس عليه. فبالتالي اختيارك للمكان اللي انت هتعمل منه اتاك على الباسكت هيساعدك على الوصول لانك انت تنفذ البنتريشن بتاعك، وزي ما قلنا ان ما يكونش فيه هيلب ديفنس او ما يكونش فيه زحمه. يعني مثلا لو اللاعب رقم ثلاثة هو زي ما هو قدامنا في الصوره هو اللي معاه الكوره، اللاعب رقم أربعة ناحيه ايده اليمين واللاعب رقم اثنين ناحيه ايده الشمال، فبالتالي هنا يعتبر في زحمه في الديفنس، اللاعب ده ما ينفعش ان هو يختار انه يعمل بنتريشن. دايما لما اختار ان انا اعمل البنتريشن ما يكونش فيه زحمه وما يكونش في مكان للهلب. لو المبدا ده موجود عند اللاعب هلاقي ان اختياره للاختراق عمره ما هيوقعه ابدا في مشكله ان هو يتقفل عليه بالهلب وانه يضطر انه يعمل كيك اوت باس او انه يعمل سكيب باس او انه يخش ويتعمل له بلوك بسبب ان هو مش لاقي حد من زمايله يقدر يوصل له الكوره. اللي فات احنا كنا بنتكلم عن المهارات كمهارات منفصله، اتكلمنا عن مهاره مسك الكوره واستلامها وارتباطها بكل مهاره من المهارات اللي بعدها زي مهارات الدريبل ومهارات الباس ومهارات الشوتينج والبنتريشن. دلوقتي هنتكلم عن مبادئ الهجوم العامه اللي انا بحط بقى المهارات بتاعتي فيها في نفس الشكل ده داخل الدريلات جوه الملعب. مبادئ الهجوم دي احنا كلنا عارفينها، لكن في بعض الاوقات احنا بنغفل عن نقط مهمه فيها، والنقط دي انا محتاج ان انا افهمها للاعيب اللي موجود معايا. لازم افهمه انا ليه بعمل ده، علشان لو اللاعب فهم وادرك هيكون هو مشارك معايا في تحمل المسؤوليه داخل المباراه، غير لما انا ككوتش بقول له اعمل اللي انا بقول لك عليه بدون ما تناقشني او بدون ما تتكلم معايا. ده بيخلي اللاعب بيأدي تدريبات هو مش مقتنع بيها، وممكن ساعة ما ينزل في الماتش ما يأديهاش لأن هو مش فاهم أنا بعمل الكلام ده. أول مبدأ طبعا من المبادئ هو مبدأ المسافات بين اللاعبين. إيه المسافات اللي ما بين اللاعبين مهمة ليه؟ لو أنا بتكلم مع اللاعبين بتوعي لازم أفهمهم ليه أنا بهتم بالمسافات. أول حاجة إن أنا ما بسمحش للاعب مدافع واحد إن هو يدافع على اثنين لعيبة أوفنس. لو السبيسنج اللي ما بين اللعيبة وما بين بعض ضيق، اي لاعب هيحاول يعمل بنتريشن هيلاقي السكه مقفوله، فهيطلع باص لاقرب لاعب ليه، الديفنس بتاعه هيقدر يعمل هيلب برضه او هيقدر يطلع يدافع على اللاعب دوت بشكل سريع، لان المساحه اللي ما بينهم وما بين بعض واسعه وضيقه ومش واسعه. فبالتالي اهتمامي ان السبيسنج اللي ما بيننا احنا وبعض كلاعيبه يكون مرتبط بالاماكن السبوتس بتاعتنا داخل الملعب، ده بيساعد على ان انا اقدر اتغلب على الديفنس، وبالتالي ما بديش فرصه لان لاعب مدافع واحد يدافع على اثنين لاعبين مهاجمين. الجزئيه الثانيه ان انا ما بعملش زحمه جوه الملعب، واحنا زي ما قلنا في المبدا الاخير في مبدا البنتريشن انك انت ما تختارش انك انت تعمل بنتريشن لما يكون في زحمه جوه الملعب. الزحمه دي بتتوجد لو السبيسنج بتاع زمايلي الاوفنس كان ضعيف. لو زمايلي اللي في الاوفنس معايا كان السبيسنج بتاعهم ضعيف او السبيسنج بتاعهم مش كويس، ده بيعمل زحمه جوه الملعب، وبالتالي ده بيضيع عليا انا فرص كلاعب اوفنس ان انا اقدر اعمل اختراق او ان انا انفذ مجموعه من الالعاب الهجوميه اللي احنا ممكن نكون بنقررين عليها. الجزئيه الثالثه في السبيسنج واهميته انه لازم باستمرار يخلي منطقه البينت كلير، اللي هو طبعا منطقه ال 3 سكند تكون فاضيه، لان منطقه ال 3 سكند طول ما هي فاضيه لعيبه البريميترز يكون عندهم فرص كويسه جدا للاختراقات، وفي نفس الوقت لعيبه البيج مان يكون عندهم فرص ان هو لو اي حد فيهم استلم الكوره في الانسايد ان هو يقدر يلعب 1 اون 1 بشكل كويس، نتيجه لان البينت فاضي وما فيهوش زحام. اخر حاجه بتساعدني فيها المسافات هي انها بتساعدني على ان انا العب 1 اون 1 بشكل مريح. احنا عارفين ان كل الخطط بتاعه كره السله بتتعمل عشان في الاخر اوصل الكوره للاعب في موقف واحد على واحد، اما ان الديفنس يكون بتاعه بعيد عنه بشكل كبير يسمح للاعب ان هو يؤدي مهاره الشوتينج، او ان هو يتحط في بوزيشن ما يكونش فيه هيلب ديفنس يساعده واللاعب ده يكون عنده قدرات كويسه على الاختراق وبالتالي يخترق ويسجل السكور. فكل الاوفنس اللي احنا بننفذه ايا كان نوعه ايا كانت فلسفته عشان في الاخر يوصلني للموقف بتاع واحد على واحد.
لو السبيسنج عند اللاعبين كويس هقدر ادي الواحد على واحد بشكل ناجح. الجزئيه الثانيه هي في مبادئ الهجوم، الجزئيه الثانيه في مبادئ الهجوم هو التايمينج. التايمينج معروف هو ذا موست امبورتنت برينسيبل، ده اهم مبدا في مبادئ كره السله. ليه اهم مبدا في كره السله؟ لان كل المهارات بتعتمد على التايمينج. الشوتينج بيعتمد على التايمينج، الباس، الدريبل، الكات، السكرين، وات ايفر، اي مهاره انت بتاديها جوه الملعب بتعتمد على التايمينج. كلنا عارفين ان انا في وقت من الاوقات في لعيب اتخطفت منه الكوره بسبب ان انا قلت له انت اتاخرت في انك تطلع الباص، او انت ما طلعتش من السكرين بسرعه فما عرفتش تستلم الكوره من زميلك، او انت اتاخرت في انك تطلع تروح للسكرين، فبالتالي المان بتاعك عرف يعمل فايتنج او وعرف يعمل ايا كان الديفنس على السكرين ونجح في ان هو يوقف السكرين وما تقدرش تستفيد منه. فبالتالي التايمينج ده جزء من الاجزاء الرئيسيه اللي لازم نهتم بيها جوه التمرين في كل الدريلات اللي احنا بنعملها. مكتوب هنا في التايمينج ان احنا must be built in every drill، كل تدريب، كل تدريب لو واحنا شغالين في الملعب بدي للاعبين حتى بقى تدريب ان هم يخشوا يعملوا لير ورا بعض، التايمينج ما بين اللاعبين وبعض لازم يكون متزامن بشكل مظبوط. يعني ما فيش لاعب يستعجل في ان هو يتحرك بسرعه او ان هو ياخد الخطوه بتاعه الاختراق بتاعه الطلوع لاداء المهاره ويكون زميله ما فيش ما بينه وما بينه مسافه كافيه نتيجه ان هو استعجل في التايمينج وان هو طلع بدري، وممكن يوصل الكلام ده يعمل اصطدامات وتفشل كتير من الدريلات داخل الملعب بسبب موضوع التايمينج. فالتايمينج احنا بنبنيه جوه الدريلات اللي احنا بنشتغلها جوه الملعب، بنبنيه بمعنى احنا بنبقى قاصدين التايمينج، الوقت اللي بنلاعب بينفذ فيه كل مهاره في الدريل اللي احنا بنديه. المبدا اللي بعد كده هو حركه الكره ونقل الكره من جانب لجانب، البول موفمنت والكورت ريفرس. في فرق ما بين البول موفمنت والكورت ريفرس. البول موفمنت اللي هو الكره تتحرك، ممكن الكره تقدر تتحرك ما بين اللاعب واحد واثنين واحد واثنين، بس هي موجوده في الجنب اليمين في الرايت، في الرايت سايد. انا عايز انقل الكوره من الرايت سايد تو ليفت سايد. ليه حركه الكوره ونقل الكوره مهم؟ اول حاجه البول موفينج اند كورت ريفرس الاو جود سبيسنج، ان لما بعمل الباسنج وحرك الكوره وانقلها سواء بالباس او باستخدام الدريبل، يعني يكون اللاعب معاه الكوره وهو بيتحرك بيها من جنب لجنب، دوت بيساعد على ان هو يوجد مساحات كويسه من الديفنس. لو انا بنقل الكوره على الاقل مرتين قبل ما ابدا اعمل محاوله للاختراق او التسجيل على الباسكت، ده بيوجد لي مساحات كويسه جدا وفراغات اقدر ان انا استغلها في ان انا ابني الاوفنس بتاعي عليها كويس. احنا عارفين ان لو الكوره واقفه في مكان احنا بنقول على المكان دوت سترونج سايد، والسترونج سايد معروف ان دايما اللود بتاع الديفنس كله بيبقى ناحيه السترونج سايد. لو الكره موجوده في مكان واحد في جنب الملعب ومش بتتنقل من جنب لجنب، من اليمين للشمال ومن الكورنر للوينج ومن الوينج للكورنر العكسي وهكذا، علشان اقدر اعمل حركه للديفنس مش هقدر اوجد السبيسنج اللي ما بينهم ولا اقدر اوجد الجابس اللي انا اعمل منها اتاك على الباسكت. لازم في الحركه يكون اللاعب على بعد باصه او اتنين من الكوره، ودوت بيربطنا بالمبدا بتاع الباسنج. ساعة ما اتكلمنا عن الباسنج ان لازم واحنا بنتحرك واحنا بنباصي الكره جوه الملعب او بنادي الدريلات بتاعه الباسنج، لازم يكون اللاعب على بعد باصه او اتنين كحد اقصى علشان اقدر اختار ان انا ادي مهاره التمرير الباسنج داخل الملعب. كذلك هنا في المبدا العام للبول موفمنت اند كورت ريفرس، ان لازم اللاعبين باستمرار يتحركوا ان هو يكون على بعد باصه او اتنين كحد اقصى من اللاعب اللي معاه الكوره عشان نقدر نادي هذا المبدا بشكل ناجح. الجزئيه اللي بعد كده والمبدا اللي بعد كده هو مبدا حركه اللاعب. حركه اللاعبين ليه مهمه؟ وبرده انا باكد على نفس النقطه تاني، احنا بنكلم اللاعبين وبنفهمهم عشان يساعدونا في ان احنا نطبق الاوفنس اللي احنا عايزينه ونقدر ننجح داخل المباراه. اول حاجه موف تو ذا امتي سبوت، لازم اللاعب يبقى فاهم ان انا لما بتحرك انا بتحرك للنقطه الفاضيه. يعني اللعيب الاوفنس باستمرار لما تيجي تتحرك ما تتحركش النقطة فيها زميل تاني ليك، لانك لو اتحركت النقطة تانية فيها زميل تاني ليك كده السبيسنج اللي ما بينكم وما بين بعض بقى ضيق،
يبقى انت كده خالفت مبدا من المبادئ بتاعه الاوفنس. الجزئيه الثانيه انت عملت ديفنسيف جام، عملت زحمه في الديفنس، هتضايق زمايلك التانيين اللي ممكن يكون حد فيهم مستحوذ على الكره عايز يؤدي مهاره للاختراق او ان هو يشوط بسبب الزحمه اللي انت اوجدتها لعدم تحركك في النقطه الفاضيه، ضيع على زمايلك فرصه ان هم يجيبوا سكور. فبالتالي حركه اللاعب لازم رقم واحد انبه اللاعب ان هو يتحرك في النقطه الفاضيه. الكلام دوت انا بعمله مع الاولاد الصغيرين 8 سنين 9 سنين، انا ما بديلوش كات لكن انا بفهمه المبدا، فهمه مبدا انك انت بعد ما تباصي الكوره تتحرك في نقطه فاضيه، ما توقفش في مكانك، دايما تتحرك في نقطه فاضيه. لو تاسس المبدا ده عند اللاعب من صغره هتلاقي دايما اللاعب حركته فعاله جوه الملعب. الجزئيه الثانيه موف ويز بيربز، يعني انت اتحرك بسبب في هدف، انا مش مجرد ان انا بتحرك وخلاص، مش مجرد ان انا بعمل كات وخلاص ومش باصص للكوره، او مش مجرد ان انا بروح اعمل سكرين عشان يبقى الشيب بتاع جسمي ان انا عملت سكرين وخلاص، لا انا في هدف من الحركه اللي انا بعملها. الهدف دوت اما اني بدي لنفسي الفرصه ان انا وانا بعمل باسكت كات ان انا استلم الكوره واقدر اجيب سكور، او اني ادي لزميلي الفرصه ان هو يلعب 1 اون 1 بعد ما انا اكون فضيت له المساحه او الجنب اللي هو واقف فيه. يبقى انا لو اتحركت في مكان فاضي اتحركت بسبب انا بدات اساعد زمايلي اللي موجودين داخل الملعب او اساعد نفسي على ان احنا نعمل جود اوفنس. الجزئيه الثالثه في البلاير موفمنت انك كيب ديفنس بيزي. لو الديفنس كان مشغول بان هو يتحرك معاك وانت بتتحرك، هيبقى بالتالي الديفنس عنده صعوبه في ان هو يروح يعمل هيلب او ان هو يروح يعمل كفر او ان هو يعمل ريكفر او ان هو يعمل ريباوند. حاجات كتيره جدا من مهمات الديفنس هشغل الديفنس عنها بسبب ان انا بتحرك تحركات صحيحه جوه الملعب. فبالتالي حركتي جوه الملعب انا بفهم اللاعبين كده، انا وانا بقول له انا باخد الكات، انا بتعلم الفرونت كات، بتعلم الباك كات، بتعلم ال كات، بتعلم السكرين، التكنيكس بتاعت المهارات دي انا بتعلمها، مش مجرد ان انا بتعلمها عشان انا لعيب باسكت لازم ابقى عارفها وخلاص، لازم وانا بعلمها للعيب افهمه النقط دي، ان انا بتحرك للنقطه الفاضيه، بتحرك بسبب والهدف، وان الحركه بتاعتي دي بتساعد على انها تخلي الديفنس مشغول وبالتالي ما يقدرش ينجح في ان هو يدافع عليا انا او على اللاعب زميلي اللي معاه الكوره، او ان هو يؤدي المهام الدفاعيه بتاعته زي الهيلب او الكفر او الريكفر. رقم أربعة ان انا بستخدم الكات او بستخدم السكرين، يعني لازم الاثنين الحركه بتاعه اللعيب استخدم فيها الاثنين. طبعا المرحله الصغيره انا لا افضل اللي هو تحت 12 سنه، انا لا افضل ان اللعيبه تتعلم فيها السكرين، لان تعليم السكرين في المرحله اللي زي دي بيفقد عند اللاعب قدراته على لعب 1 اون 1، وبالتالي السكيلز الاساسيه ليه كلعيب باسكت اللي هو انا بحتاجها بعد كده في المستقبل بتبقى مفقوده، نتيجه ان هو بيعتمد على زميله في ان هو بيحجز له المدافع وهو بعد كده يعدي يروح على الباسكت. فانا ما بفضلش ابدا السكرين في المرحله الصغيره تحت 12 سنه اللي هي مرحله الميني باسكت، لكن انا ممكن اقول ان السكرين يبقى مناسب من اول سنه 13 سنه فما فوق، لان خلاص اللاعبين المفروض تاسست عندهم مهارات ال1 اون 1 بشكل كويس، وبقى اللاعب بيعرف يستخدم المهارات بتاعه الدريبل ان هو يعدي من المان بتاعه، وبالتالي استخدام السكرين في المرحله دي يبقى كويس. فلازم وانا بعلم حركه اللاعبين او بفهم اللاعبين مساله الحركه البلاير موفمنت ليه مهم جوه الملعب، ان هو بيستخدم فيها الاثنين الكات او السكرين. الجزئيه الاخيره بقى نيفر ستاند ستيل، دايما فاهم اللعيب بتاعك، ما توقفش ابدا جوه الملعب ثابت في النقطه بتاعتك ما بتعملش حاجه، وخصوصا لو الكوره اتحركت مرتين. يعني لو في زميل من زمايلك باص الكوره مره وبعدين طلعت باصه ثانيه وانت فضلت واقف في مكانك، انت كده عملت مشكله جوه الملعب، انت كده افقدت الفرقه مبدا من مبادئ الهجوم اللي ساعدنا على ان احنا نعمل اوفنس كويس. لازم اللاعب يبقى فاهم ان وقفته جوه الملعب بدون حركه ده يخالف مبادئ الهجوم، فبالتالي باستمرار اللاعب لازم يكون بيتحرك، بيتحرك لمكان فاضي، بيتحرك بهدف، بيتحرك علشان يشغل الديفنس، بيستخدم الكات او بيستخدم السكرين. اخر جزئيه هنتكلم عنها هي الكورت بالانس. الكورت بالانس التوازن بتاع الملعب. طبعا احنا كلنا عارفين ان في حاجه اسمها سترونج سايد، في حاجه اسمها ويك سايد. الكورت بالانس دوت ليه مهم بالنسبه لي انا في الاوفنس؟ سبريد ادمال اند بالانس تو ميك ا جود مان تو مان اوفنس، يعني الانتشار والتوازن اللي في توزيع اللاعبين داخل نص الملعب بيساعدني على ان انا اعمل مان تو مان اوفنس كويس جدا. التوازن والانتشار للاعبين بيساعدني على ان انا اعمل مان تو مان اوفنس كويس، دي رقم واحد. الجزئيه الثانيه
ان التوازن بيساعد على ان انا اعرف اعمل ديفنس بالانس. لو انا اللعيبه بتاعتي متوزعين في الملعب بشكل متزن اثناء الاوفنس، انا بقدر اعمل ترانزيشن ديفنس كويس. لو انا اللعيبه بتاعتي متوزعين كويس في الاوفنس، انا بقدر اعمل اوفنسيف ريباوند كويس. لو اللعيبه بتاعتي زي ما هو مثلا باين هنا في الصوره ان اللعيبه متركزه ده في الجنب الشمال اكتر من الجنب اليمين، لو في اي لاعب صوب الكوره والكوره خبطت في الحلقه وراحت ناحيه الجنب اليمين ومفيش ولا لاعب موجود في الجنب اليمين، فبالتالي انا الاوفنسيف ريباوند اللي عندي راح. لو في واحد من اللعيبه لم الكوره على الثري بوينت مثلا في الجنب اليمين وطلع فاست بريك ومفيش اي لعيبه متوزعه في الكورت بالانس بتاعي بشكل مظبوط، بالتالي انا الديفنس بالانس عندي ان انا اعمل ترانزيشن ديفنس وان انا اوقف الفاست بريك هيكون نسبته ضعيفه وممكن افشل فيه. فبالتالي توزيع اللاعبين داخل الملعب وان انا يكون عندي اتزان ما بين الجنب اليمين والجنب الشمال في الملعب، ده من ضمن الحاجات اللي بتنجح الاوفنس بتاعي بشكل كبير. عدم وجود بقى توازن في الملعب، نو كورت بالانس اونلي ان اتاكينج زون اوفنس، بس يعني في الزون اوفنس بس انا ممكن ما اعملش كورت بالانس. معروف ان احنا عندنا مبدا في الاتاكينج الزون اوفنس اللي هو اسمه الاوفرلود، ان انا بخلي عدد كبير لاعبين من الاوفنس موجودين في مكان يكون عدد اللاعبين المدافعين اللي فيه قليلين، لان معروف ان الزون اوفنس احنا بندافع عن نقطه، انا مش بدافع عن شخص. فبالتالي لو في اشخاص في كذا شخص جم في النقطه اللي انا موجود فيها، مفيش حد تاني هيجي يساعدني في الزون ديفنس. فالاوفرلود ممكن يكون ينفع ان انا اخالف مبدا الكورت بالانس لما بعمل اتاكينج على الزون اوفنس. والزون اوفنس معروف طبعا ان لغايه سن 14 سنه احنا ما عندناش زون ديفنس، الديفنس اللي موجود عندنا هو ديفنس المان تو مان. فبالتالي المبدا ده ممكن هيبقى مناسب ان انا ابدا استخدمه وان انا اعلم اللعيبه ازاي تعمل اوفرلود لما اهاجم على فرقه بتعمل زون ديفنس، بس الكلام ده هيكون مناسب للمرحله السنيه الاكبر من اول مرحله 16 سنه. احنا بكده نكون خلصنا. هنعمل زي ملخص عن الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده. اول حاجه اتكلمنا عنها الباسكت بول فاندمنتالز ليرنينج بيراميد، الهرم بتاع تعليم مهارات كره السله اللي اتكلمنا فيه عن انا ليه بتعلم المهاره وازاي بادي المهاره وفي انه مكان في الملعب بادي المهاره وامتى بادي المهاره ومين اللاعب اللي يادي المهاره. وطبعا احنا قلنا ان الاول سؤالين بيشتغلوا او بنجاوب عليهم في مرحله تحت 12 سنه، السؤال الثالث والرابع بجاوب عليهم في المرحله اللي هي تحت 16 سنه، السؤال الخامس اللي هو مين اللي يادي المهاره ده بجاوب عليه في مرحله 17 سنه فما فوق، اللي هو انا بقدر اقول عليها لاعبي الدرجه الاولى واللاعبين اللي بداوا يخشوا في سن الاحتراف. لكن اللاعبين الناشئين الصغار تحت 16 سنه بجاوب عن اربع اسئله اللي هو هاو واي وير وين. الجزئيه الثانيه اللي اتكلمنا عنها النهارده سكيل فروم ليرنينج تو ذا جيم، لما اتكلمنا عن ان احنا لازم نعلم المهاره بشكل صحيح ونمي عناصر اللياقه البدنيه ونمي الادراكات المرتبطه بكره السله، ادراك الوقت والزمان والزميل والمنافس، ودي كانت من ضمن الحاجات اللي تساعدني على ان المهاره انتقل بيها من مرحله التعليم ان انا انجح ان اللاعب يؤديها داخل المباراه. الجزئيه الاخيره الجزئيه اللي بعد كده اللي اتكلمنا عنها الاوفنسيف باسكت بول فاندمنتال برينسيبلز، اللي هي المبادئ اللي مرتبطه بكل مهاره على حده. لما اتكلمنا عن مهاره الاستلام ومسك الكوره والمبادئ اللي مرتبطه بيها وارتباطي بالمهاره الثانيه اللي انا هعملها بعد ما امسك الكوره، ان انا هعمل باس فهيبقى ليا شكل في ايديا وانا بمسك الكوره، لو انا هعمل هختار الباس، لو انا هختار الدريبل يبقى في شكل ثاني، لو انا هختار ان انا اعمل شوتينج هيبقى في شكل ثالث. وقلنا القاعده الرئيسيه بتاعته اللي هي جود بول جود كاتش ايكوال جود شوت، جود كاتش ايكوال جود دريبل، جود كاتش ايكوال جود باس، جود كاتش ايكوال جود ستوب. ان انا لو مسكت الكوره بشكل صحيح هقدر اعمل كل المهارات اللي مرتبطه بالكوره بشكل ناجح وفعاليتي فيها هتكون عاليه. اخر حاجه اتكلمنا عنها الاوفنسيف برينسيبلز اللي هي المبادئ الهجوميه العامه اللي انا بحطها علشان اقدر ابني الاوفنس بتاعي. لو انا كمدرب اهتميت بكل التفاصيل الصغيره دي جوه الملعب مع ابسط المهارات زي ما قلنا اول قاعده احنا بدانا بيها اليوم، اتقن المهارات الاساسيه تكن لاعبا ممتازا. لما انا اتكلمت عن اتقان المهارات الاساسيه المقصود بها المهارات الاساسيه فعلا بدون التفريعات والتشعب الكبير
اللي ممكن احنا نبقى مهتمين بيه على حساب الاساسيات وعلى حساب المبادئ اللي بتبقى موجوده جوه التمرين، اللي بالتالي لو انا اهتميت بيها المبادئ، لو انا ركزت مع كل دريل اللاعبين بيأدوه، كل واحد بيطلع الملعب ان انا ما سيبهوش يغلط غلطه مرتبطه بالدريبل، في انك انت تعمل دريبل باستخدام ايدك اليمين في البوزيشن ده وتعمل دريبل باستخدام ايدك الشمال في البوزيشن ده، لو هتمسك الكره وتبصي، لو هتمسك الكره وتشوت لازم يكون التكنيك بتاع ايدك ليه شكل مختلف، لو انت بتلعب في الملعب في الاوفنس لازم يكون في كورت بالانس ولازم يكون في كورت بول ريفرس وبول موفمنت عشان اقدر انجح ان المهاره بتاعتي تكون فعاله جوه الملعب. الخلاصه اللي انا بهتم بيها جدا شخصيا هو الاهتمام بالتفاصيل يساعد على النجاح في المباراه، لو اهتميت بالتفاصيل انت كلاعب هتنجح كويس جدا في المباراه وهتقدر تأدي المهارات بتاعتك بفعاليه، ولو اديت المهارات بتاعتك بفعاليه هتعمل اوفنس ناجح وهتقدر تفوز، ودوت الهدف اللي كل المدربين بيسعوا ليه، انك انت تقدر توصل انك انت تنجح في المباراه. وان شاء الله اتمنى التوفيق لكل المدربين اللي شاهدوني النهارده. دي الشانل بتاعتي على اليوتيوب، هيكون في مجموعه من الفيديوهات فيها هتساعدكم على انكم تشوفوا التكنيكس الفنيه اللي مرتبطه بالمهارات اللي انا اتكلمت عنها في محاضره النهارده. وزي ما قلت لحضراتكم انا ما حبيتش ان انا ادمجها داخل البرزنتيشن عشان خوفا من المشاكل التقنيه، وزي ما يعني انا توقعت ان كان ممكن يكون في مشاكل في الاتصال، فالحمد لله ان كان في باك اب بلان ان احنا نستخدم التليفون. بشكركم لحسن الاستماع، ودي الكونتاكت بتاعتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دكتور عامر سعد، ده رقم التليفون والايميل، وارحب بتواصل حضراتكم معايا، واشكركم على حسن الاستماع، والعوده ليك كوتش عزيز. شكرا جزيلا الكوتش عامر، صراحه كانت محاضره قيمه، يعني السهل الممتنع. أظن أنك تطرقت إلى جميع الأساسيات من التنطيط ومن التمرير وهذه من بين الأمور التي هي مهمة في كرة السلة بالنسبة للاعبين. أشكرك جزيل الشكر، ولا أظن أن هناك أسئلة ألاحظ على الفيسبوك ولا على الزوم هنا. أظن بأن المحاضرة كانت واضحة جدا لدرجة أن هنا ليس أسئلة، أظن أن هناك سؤال بالفرنسية سوف أحاول أن أترجم لك. السائل يطلب ما هي البيداغوجية التي تعتمدها في تدريس هذه الأساسيات على حسب الفئات السنية؟ What is the pedagogical progression that you will use once teaching different ages؟ الاستراتيجية البيداغوجية التعلم learning process learning في طبعا احنا عارفين ان في اساليب كتيره من التعلم، في عندنا الاسلوب الجزئي الكلي، وفي عندنا الاسلوب الكلي، وفي عندنا اساليب مختلفه في التعليم، لو هو دوت يعني المقصد من السائل اللي هو الاستراتيجيه اللي انا بستخدمها في التعليم. في بعض المهارات انا بستخدم فيها الطريقه الجزئيه الكليه، ان انا بقسم المهاره للاجزاء بتاعتها وبعلم كل جزء لوحده، بعدين ابدا ادمج المهاره كلها مع بعض. يعني مثلا مثال زي اللي يب في ستيجز، في الستيج بتاع الدريبل، وبعد كده ستيج الخطوات، وبعدين ستيج الشوتينج، ازاي انا ادمج الثلاث مراحل دول مع بعض. انا من ضمن الاستراتيجيات اللي انا بستخدمها شخصيا ان انا بعلم كل واحده فيهم لوحدها، الدريبل يكون لوحده، الخطوات اللي هي لوحدها، والفينش لوحده، وبعدين ابدا ادمج الثلاثه. ده بيكون بيديني انا دقه اعلى واداء افضل. ممكن في البدايه بعض الناس يقول ان الكلام ده بياثر على السرعه، لكن ازاي بقى انتقل انا من المرحله الجزئيه للمرحله الكليه، ده بيعتمد على خبرتك انت ككوتش داخل الملعب، في انك تقدر توصل اللاعبين بتوعك بشكل سريع جدا من انك انت تنتقل من المرحله الجزئيه للمرحله الكليه. لو السائل هو دوت الجزء اللي بيسأل عنه هو جزء الاستراتيجيات، اعتقد ان الاستراتيجيات التعليميه مختلفه وموجوده، وانا افضل ان احنا نكون عارفينها كلها، ازاي ان انا اعلم المهاره كلها بشكل مجمل مع بعض، او ان انا اجزئ المهاره المجموعه من الاجزاء وابدا اشغل كل جزء لوحده. دي حاجات لازم احنا ككوتشز نكون عارفينها،
ارجو يعني ان يكون هو دوت السؤال اللي كان السائل سأل عنه، واكون ان شاء الله جاوبت على السؤال بتاعه بشكل مرجو كما يريد يعني ان شاء الله. أظن يا دكتور أنت تطرقت إلى المرور من الوضعيات الإجمالية إلى الوضعيات from global to analytic process. This is too clear. أظن أن السائل يريد أن يفهم على حسب الفئات السنية، يعني معناها under 8, under 12, under 16 will be the same learning process or the process will be different. أكيد الوسائل التعليم أو المراحل بتاعة التعليم هتكون مختلفة. ليه؟ لأن إحنا عارفين إن كل مرحلة عمرية ليها متطلبات عقلية مختلفة عن المرحلة الثانية. الأولاد الصغيرين بيميلوا للحاجات الخيالية والمرتبطة بالقصص الحركية والألعاب الصغيرة، فبالتالي أنا ممكن أستخدم الألعاب الصغيرة والقصص الحركية في المرحلة الصغيرة اللي هي مثلا مرحلة تحت 8 سنوات. لما الأولاد يخشوا في مرحلة 9 سنوات و10 سنوات بيكون الجانب العقلي عندهم بقى فيه نضج اكبر، وممكن ان انا ابدا اشتغل معاهم بالطريقه الجزئيه الكليه. لما اخش في مرحله اكبر من كده هي مرحله 11 سنه فما فوق مثلا، ابدا انا اشتغل بالمرحله الكليه، لان هو مستوى النضج اللي عنده هيكون بدا يتطور شويه، ان هو يكون عنده قدره من الاستيعاب. بدانا نخش في مرحله 13 و14 ويكون بدا يخش في مرحله البلوغ، والجانب العقلي عنده هيكون حصل له تطور اكتر. اعتقد ان في المرحله اللي زي ديت هيكون المرحله اللي يعني الكليه او طريقه التعليم الكليه هتكون هي الانسب للاعبين. الجزئيه الثانيه اللي انا بحب الفت الانتباه ليها هي ان ما نستعجلش، يعني ما يكونش عندنا عجله في تعليم المهارات للاعبين. يعني انا ما انتقلش من مهاره لمهاره الا لما احس ان اللاعب وصل فيها لمرحله من الاتقان، ان هو يؤدي المهاره بنسبه أخطاء تكاد تكون منعدمة داخل المباراة. أنا دايماً بضرب المثال بمهارات الدريبل. لو أنا عندي مثلاً 5 أو 6 مهارات للدريبل، كروس أوفر، بتوين، بيهايند، سبين، ما اهتمش إن أنا أدي للاعب كم من المهارات ويكون دقته وفعاليته في كل مهارة فيهم 10-15%، في حين إن أنا لو اهتميت إن أنا أدي له مهارتين فقط، مثلاً الكروس أوفر والبتوين ليج، وكان نسبة فعالية اللاعب فيه 90%، انا ناجح، انا اضمن 100% ان اللاعب لما هينزل في المباراه ويتحط في موقف 1-on-1 مفيش ديفنس هيقدر ياخد منه الكوره. فانا دي نصيحتي دايما اللي بوجهها للمدربين، انك ما تنتقلش من مهاره لمهاره تانية، وتحاول انك انت تخلي اللاعبين عندك عندهم حصيله حركيه كبيره، بس في الاخر فعاليتها داخل الملعب تكون منخفضه. لا، انا لو عندي مهاره واحده فعاله وما بغلطش فيها هنجح بيها في المباراه اكتر من ان انا يكون عندي 3 أو 4 مهارات كل واحده فيهم نسبه نجاحي فيها لا تتعدى ال 10%. اوكي تمام يا كوتش، الله يعطيك الصحه. هناك سؤال اخر، تفضل. ما هو السن المحدد لتعليم اللياقه البدنيه؟ From which age you start to play to work with your player the fitness and the trainings, physical training. ببساطه جدا، الطفل الصغير اللي بيتولد ما بيقدرش يحرك ايديه ولا يقدر يحرك عضلات الفم فكه علشان يعمل يؤدي يعني الرضاعه، الا لو كان عنده العضلات اللي بتساعد جسمه على انه يتحرك الحركه ديت. والطفل ما بيبداش ينمو في التحرك في الحركه بتاعته للحبو وللمشي وللجري الا لما بيحصل نمو في العضلات. فبالتالي عضلات جسم الانسان بتنمو من الولاده حتى يعني التقدم في العمر. انا مع مبدا ان التدريب على القوه العضليه يكون ممكن مع اعمار سنيه صغيره، لكن مع اخذ الاحتياطات. ايه الاحتياطات ديت؟ مش مقصود طبعا تمارين القوه العضليه ان انا اخد الاولاد وادخلهم الجيم واخليهم يشيلوا بار ودمبلز، لا، المقصد ان انا ممكن استخدم تدريبات القوه العضليه باستخدام الجسم عن طريق زي ما قلت الاطفال الصغيرين بيميلوا للقصص الحركيه، ان انا اخليه ازاي يمثل طائر بيطير، وان انا استخدم دي الحركه دي في ان انا انمي له عضلات الكتف، ان انا اخليه يعمل حركه زي الضفدعه، هو بيتفرج على الضفدعه وبيشوف بتنط ازاي وبتقفز ازاي، واستخدم حركه زي ديت في ان انا انمي له بيها عضلات الرجلين، ان انا اقول له لو في الثيران مثلا، لو بتتفرج على الغزلان لما بتتصارع مع بعض وازاي بيحط راسه في راس اللي قدامه وبيعمل عمليه دفع، ان انا اخليه يستخدم قوه عضلات رجليه والذراعين. فبالتالي ممكن الاطفال الصغيرين اشتغل عندهم عناصر اللياقه البدنيه من اول ما يبداوا يتمرنوا معايا في كره السله، سواء سن 6 سنين 7 سنين او
فما فوق يعني، لكن كل واحد بما يتناسب معهم. احنا مش بنقول ان الاطفال الصغيرين ما ينفعش ان انا اشتغل معاهم لياقه بدنيه، لا ينفع ان انا اشتغل معاهم لياقه بدنيه، لكن اشتغل معاهم لياقه بدنيه بقصص حركيه، او اشتغل معاهم لياقه بدنيه باستخدام قوه الجسم. لما اخش في مرحله بعد كده متطوره ابدا استخدم الاساتك المطاطه، لان بتكون دي يعني نسبه الامان فيها شويه اعلى، بعد ما يكون بقى اللعيبه وصل لمرحله من الادراك ومن العقل، اللي هو لما يجي يمسك اي اداه ما يكونش فيها اذيه عليه او ما يكونش فيها خطوره من استخدامه ليها، انا ابدا ادخل الاثقال. وانا بفضل جدا مساله استخدام تدريبات اللياقه البدنيه مع كل الاطفال ومع كل الاعمار، لكن كما تم التنبيه كل بما يتناسب معه. الفكرة وصلت. يعني إذا كان المدرب يحاول استعمال اللياقة البدنية، فعليه استعمال جسم اللاعب وليس استعمال المعدات التقوية. الأمر إلى سؤال آخر، ابتداء من أي سنة تقوم بتعليم مهارات اللاعب؟ يعني the game situation from where, which age you start to teach your player the game, the tactical stuff, he mean tactical stuff and especially the trends. الجيم سيتويشن اللي هو انا بعتبره ان هو اول حاجه اللعيب بيتعلم فيها الجيم سيتويشن هو موقف ال1 on 1. اللاعبين لغايه سن 8 سنوات انا ما بديلهوش اي حاجه فيها افكار ازاي يلعب 1 on 1، انا بسيبه هو يختار الاداء بناء على المهارات اللي هو اتعلمها. يعني لو في عندي لاعب بدا سنه 6 سنوات، خلال السنتين الاولانيين 6 سنوات و7 سنوات بكون علمته المهارات الاساسيه، مسك الكوره والدريبل والستوبنج والشوتينج والليب، علمته المهارات ديت. ممكن انا انزله في موقف زي مباراه مصغره كده واحد ضد واحد، لكن بدون توجيه انك ايه هي الحاجات اللي انت تعملها داخل الملعب. انا بحاول ان انا انبهه بس استخدم ايدك اليمين لما الديفنس يكون ناحيه ايدك الشمال، واستخدم ايدك الشمال لما الديفنس يبقى ناحيه ايدك اليمين، مش اكتر من كده. يخش انه اللاعب في مرحله اكبر، مرحله تحت 9 سنوات و10 سنوات، ابدا اقول له ازاي تستخدم المهاره بتاعه الدريبل الصحيحه في انك تعدي من المان، امتى استخدم الكروس اوفر وامتى استخدم البتوين، امتى استخدم السبين. لما يعدي اللاعب مرحله 9 سنوات يخش في مرحله 10 سنوات، ابدا انا اهتم بقى بالجانب الجماعي، وان اللاعب يلعب 2 اون 2، ومرحله 11 سنه 3 اون 3، 12 سنه يكون خلاص وصل ان هو عنده ال 4 اون 4 او ال 5 اون 5، يكون اللاعب بقى الاساسيات اللي موجوده عنده في السيتويشن بتاع 1 على 1 و2 على 2 و3 على 3 بقت كويسه، بالتالي انا اقدر ابني له اوفنس كويس. لو اللاعب بتاسس عنده المهارات بتاعه 1 على 1 بشكل فعال، وزي ما قلنا خلال المحاضره كل الاوفنس اللي بعد كده هينجح، بس اهم حاجه ان اللاعب يكون عنده موقف 1 على 1 كويس. انا افضل استخدام المواقف بتاعه 1 على 1 من اول سن 9 سنوات وسن 10 سنوات، لان دي المرحله اللي هو عقليا الولد بيميل فيها ان هو الكره تبقى في ايده لفتره زمنيه كبيره. هو مش بيميل للتعاون، مش هيفكر ان هو يباص الكره لزميله عشان يجيب باسكت، لا هو هيحاول ان هو يلعب عشان هو ده الوسيله اللي هو حاسس ان هو هيتبسط بيها اكتر، ان هو يكون حط الكره باسكت وان هو سجل سكور. فارتباط الجزء اللي مرتبط بالجانب العقلي والنمو بتاع الطفل الصغير في سن 9 سنوات يبقى مرتبط بيا انا كمان كمدرب، وانا بشتغل معاه المهارات اللي هو بيشتغلها في الاوفنس الواحد على واحد، وبعد كده لما ينمو عقليا مع تقدمه في العمر 10 او 11 ابدا بقى اشتغل الشغل الجماعي الثنائي الثلاثي، وبعدين ابدا بقى اربط له الاختيار بتاع المهاره بناء على المكان اللي موجود داخل الملعب. اختيار المهاره بناء على المكان اللي موجود داخل الملعب، ودوت زي ما قلنا في مثلث التعليم المهارات اللي شرحناه في بدايه المحاضره، ان امتى بستخدم المهاره وفي أنهي مكان في الملعب بستخدم المهارة، ده بيكون مناسب جدا من أول سنة 13 سنة، وده أعتقد يكون العمر الأنسب لأن أنا أبدأ أخش بقى في الجانب الخططي بشكل موسع وعلى مستوى فريق إن شاء الله. أوكي، سؤال آخر، أظن أن المحاضرة مهمة جدا، وهناك كوتش يقول كيف يمكن العمل بالتوقيت، how we can use the timing in the drills. ببساطة جدا أنا ممكن أقول لك إزاي أستخدم التايمينج. يعني أنا بس بربط للاعب، مثلا هنقول إن في 5 لاعبين واقفين في الكورنر، في كورنر الملعب اليمين، وهيبدأوا يتحركوا بالدريبل علشان يعملوا مثلا مهارة الليب في على الباسكت في الهاف كورت التاني. أنا بقول للاعب أنت واقف بره، وأنت
كل اللاعبين بيقفوا بيعملوا دريبل وهم واقفين في مكانهم. بقول للاعب رقم واحد اعمل ستارت وابدا اعمل الدريبل وتحرك عشان تأدي مهاره اللي هي. زميله اللي بعد منه اقول له بعد ما زميلك يبدا يتحرك نطت الكوره في مكانك 5 مرات وبعد كده ابدا اتحرك. اللاعب اللي نطت الكوره 5 مرات هو دلوقتي بدا يظبط توقيت اللي هو بيتحرك بناء على اساسه ما بينه وما بين الزميل اللي قدامه. الخمس مرات اللي هو نطت فيهم الكوره هو كده انا نميت عنده التايمينج، سبت سبيسنج ما بينه وما بين اللاعب اللي قدامه، حافظت على ان الشكل بتاع التمرين يكون مرتب. ده شكل من ضمن الاشكال البسيطه جدا اللي انا بعمل فيها التايمينج. خد بال حضرتك ان ممكن انا اعمل التايمينج عن طريق الصفاره، ان انا اقول للاعب ما تتحركش الا لما انا كوتش اصفر. بس كده اللاعب بنفسه ما بقاش هو عنده توقيت شخصي ان انا اقدر اظبط الوقت اللي انا اتحرك فيه بناء على الطلب اللي الكوتش طلبه مني. انا ممكن اقول للاعب وقف بره وعد 7 عدات 1 2 3 لغايه رقم 7 وبعدين ابدا الدريبل وتحرك. اقول للاعب لما زميلك يعدي خط المنتصف ابدا اتحرك. فالتايمنج اللي هيكون بيتبنى عند اللاعب بيجي من توجيه ليا انا كمدرب بدون استخدام الصفاره. زي ما انا قلت ان استخدام الصفاره بيخلي اللاعب يفقد ان هو ينمي التوقيت عنده. فده نموذج بسيط جدا من ضمن النماذج اللي انا ممكن بقى تخيل حضرتك كل التدريبات. مثلا لو انا بشتغل مجموعتين قصاد بعض والمجموعه 1 والمجموعه 2، اول لاعب هنا واول لاعب هنا معاه كوره، انا بقول للاعب رقم 2 واللاعب رقم 1 انتوا الاثنين تبداوا في نفس التوقيت. طيب لو اللاعب رقم 1 وصل واللاعب رقم 2 لسه متاخر، اللاعب رقم 1 لو وصل للخط ما يلفش ويرجع الا لما يلاقي زميله رقم 2 لف ووصل وبقى واقف قصاده. يبقى انت تحركك داخل الملعب مرتبط بوجود زميلك في نفس النقطه، وان يحصل مثلا اي كونتاكت يكون تواصل ما بينكم وما بين بعض بالعين، ان احنا الاثنين جاهزين يلا بينا احنا الاثنين هنبدا في نفس الوقت. في البدايه ممكن اللاعبين مش هيدركوا الموضوع ده الا لما انت تستخدم ككوتش الصفاره، او انك تستخدم كلمه جو او تستخدم هوب واتيفر الكلمه اللي انت هتستخدمها. لكن انا افضل انك تدي للاعبين تعليمات بسيطه، التعليمات ديت اللي هتساعدهم على ان هم ينموا التايمنج بتاعهم بشكل كويس جدا داخل الملعب. وطبعا التدريبات يعني كثيره يعني. اوكي كوتش، هناك سؤال ما قبل الاخير، سوف يكون ما قبل الاخير ان شاء الله. كيف يمكن لك تقييم المهارات البدنيه؟ How you can evaluate the motor skills؟ اي تقييم للمهارات البدنيه بيكون مرتبط بالاختبارات. الاختبارات البدنيه معروفه وما اكثرها، وموجوده في المراجع وموجوده على الانترنت وموجوده في الكتب. الاختبارات البدنيه هي ديت اللي انا بستخدمها في تقييم الجوانب البدنيه عند اللاعبين. لكن انا افضل في تقييم الجوانب المهاريه هو ان انا استخدم السكاوتنج داخل الملعب. ممكن اقيم الجانب البدني في التمرين، ممكن اقيم الجانب البدني في الجيم، ممكن اقيم الجانب البدني في التراك باستخدام الاختبارات المقننه اللي معروفه، ان الازمنه اللي بيحققها اللاعب في توقيتات معينه، او الثقل مثلا اللي اللاعب بيرفعه لتكرارات محدده، او الزمن اللي هو بيقطع بيه مسافه. ديت الاختبارات البدنيه اللي انا اقدر احدد بيها القدرات البدنيه اللي عند اللاعب. لكن فيما يخص الجوانب المهاريه انا افضل دايما استخدام السكاوتنج، لان ممكن اللاعب يؤدي في الاختبارات المهاريه كويس جدا جوه التمرين، لكن ساعه ما ينزل المباراه ما يكونش عارف يستخدم المهاره صح، وبالتالي الاختبارات بره الملعب بتكون غير جوه الملعب. ده فيما يخص الجانب المهاري. اما الجانب البدني الاختبارات هي الوسيله المثلى يعني اللي انا اقدر اقيم بها حاله اللاعب البدني. اوكي يا كوتش، ما هو رايك هذا سؤال، ما هو رايك في استعمال دفاع المنطقه في بالنسبه للفئات ما اقل من 15 سنه؟ ما هو رايك؟ انا لا افضل استخدام دفاع المنطقه للمراحل السنيه ديت. احنا عندنا في مصر ممنوع استخدام دفاع المنطقه الا من اول سن 16 سنه، تحت 16 سنه يعني 14 لحد 14 عام ممنوع استخدام دفاع المنطقه، ده القانون عندنا في مصر. فده شيء كويس وده شيء محترم. احنا حتى الان نجد ان الان بي لغايه فتره قليله كان استخدام الزون ديفنس عندهم غير موجود، ممنوع. ده اللي خلى مستوى الباسكت بول عندهم يكون عالي، ان التكتل اللي بيحصل في الزون ديفنس مع صغر سن اللاعبين وعدم وجود قدرات عقليه عاليه وقدرات بدنيه عاليه بيخلي من الصعب جدا ان هم يقدروا يخترقوا. وبالتالي انا
بظن يعني من وجهة نظري ان ده يعني ايه تحايل على كرة السلة، ان انا استخدم وسيلة لا تتلائم مع عمر اللاعبين علشان احاول ان انا افوز في المباراة. انا لا افضل طبعا ابدا استخدام الزون ديفنس في مراحل سنية صغيرة. أظن أن حتى دفاع المنطقة يسرق من اللاعبين سنوات عمرية في التكوين الصحيح على صحيح مستوى على المستوى الفردي. آخر صحيح سؤال وسوف ننهي، سوف أكون صحيح آخر سؤال. تفضل انطلاقا تفضل. من أي سنة يمكن البدء بتعليم اللاعبين عملية الحجز سكرينز؟ هو انا افضل لو انا هحطها كمبدأ السؤال عام. أستسمح يا دكتور، لأن في بعض الفئات العمرية نلاحظ أن المدربين يقومون باستعمال عملية الحجوزات، وهي صحيح. أنا أترك لك الإجابة، تفضل. انا افضل ان تعليم الحجز السكرين يتم من بعد سن 12 عام، عشان الفترة اللي قبل كده اللي هي تحت 12 سنة دي الفترة اللي انا بأسس فيها المهارات الهجومية الفردية اللي بتمكن اللاعب ان هو يكون عنده امكانيات في واحد ضد واحد كويسة، ان هو اللاعب يكون عنده امكانيات ان هو يقدر يتغلب على مدافع واحد قدامه كويس. لو اللاعب في السن الصغير ما قدرش ان هو يستخدم المهارات اللي موجودة عنده في ان هو يتغلب على واحد لواحد باستخدام مهاراته الشخصية، وان هو اعتمد على ان في واحد يجي يحجز له المان عشان يقدر هو يجيب سكور، انا اعتقد ده بيضعف المهارات الهجومية الفردية اللي عند اللاعبين. وزي ما قلنا ان كل فلسفات الاوفنس في المراحل السنية الكبيرة هي بتعتمد في الاخر على انك توصل لاعب لموقف واحد على واحد بدون هيلب ديفنس، او ان اللاعب اللي بيستلم الكرة بيكون الديفنس بعيد عنه يقدر يعمل ترايل شوتينج بشكل مريح، فبالتالي نسبة السكور بتاعته بتكون عالية. انا لا افضل ابدا 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 استخدام السكرين لاقل من 12 عام. ممكن من بعد 12 عام ابدا استخدم السكرين، ده بيكون ملائم. اقل من كده انا شايف ان ده تضييع للفئات العمريه الصغيره، وده يعتبر تضييع للامانه. انت كمدرب بتمر المرحله دي انت كده بتضيع الامانه اللي عندك لو انت اهتميت انك تمرن السكرين تحت 12 سنه. يا دكتور أشكرك شكرا جزيلا على هذه انا المحاضرة اشكر حضرتك القيمة، يا فندم. وأظن أننا سوف ندعوك مرة أخرى بناء على رغبات وتعاليق المشاهدين الآن على صفحة الفيسبوك. أدع لك آخر كلمة قبل أن نختم هذه المحاضرة. أنا أتقدم بالشكر ليك كوتش عزيز ولكل الإخوة في دولة المغرب والعالم الإسلامي بالكامل والوطن العربي. أشكرك طبعا على الدعوة الكريمة، وإن كان في قدرة على إن إحنا نتواصل مع حضراتكم في دولة المغرب. الحمد لله أنا في زملاء من المدربين كانوا تواصلوا معايا عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب قبل كده، لكن طبعا ما كانش بشكل موسع زي ما حصل في محاضرة النهاردة. أنا سعيد جدا باللقاء ده، وبشكر حضرتك وبشكر كل الزملاء القائمين في الجروب، وبقدم شكري الجزيل لكابتن زاهر عبد الباسط إنه كان حلقة الوصل في التواصل مع حضراتكم. وأتمنى إن شاء الله إن إحنا يكون في ما بيننا تعاون لفترات تالية إن شاء الله، وأنا هكون تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور عامر سعد، أنا بدوري باسم جميع المشاركين والمشاهدين والمتتبعين للجمعية المغربية لمدربي كرة السلة أو المدربين في جميع العالم العربي، أقدم لك جزيل الشكر ومن خلالك جميع المدربين في دولة مصر الشقيقة. وأكيد سوف نبقى على اتصال، وكما قلت لك موعدنا إن شاء الله في دورة مقبلة، لأن هناك رغبة من الجمهور الذي تابع هذه المحاضرة في استدعائكم مرة أخرى إن شاء الله. أضرب موعدا للمشاهدين في غدا إن شاء الله مع آخر محاضرة من هذه السلسلة، وأشكر شكرا جزيلا الدكتور عامر على هذه المحاضرة القيمة، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.